بدأت معاهم هنا من فترة كانت حوالي 9 10 سنين كده، كنت لسه في الثانوي. والدي هو المسؤول عن الفريق هنا، هو اللي جمع الفريق وكلم النادي هنا بحيث ان هو يبقى في فريق هنا في النادي صم بوك مشارك في دوري الجمهوري من حوالي كام ده، من حوالي 12 13 سنه كده، بقى لهم 12 13 سنه هنا في النادي موجودين. بتواصل معاهم عن طريق شرط صم البوكم طبعا، متعلمها بالتعامل مع والدي وكده، ده فادني في التعامل معاهم هنا كلهم. الحمد لله بتعامل معاهم باللغه كاني واحد منهم بالظبط يعني. هو على فكره ممكن يلقط انت بتقول ايه من غير ما انت تكلمه بالاشاره اصلا يعني، هو بقى واخد باله من مشاعر اللي قدامه، واخد باله من اشارات الوش وكده. بس غير كده انا طبعا اللي هو الكابتن بيقوله انا بنقله له بالظبط، من كاني اصم زيه بكلمه بالظبط. بالنسبه للماتشات اللي زي ده بنتعامل معاها بشكل طبيعي خالص، زي الماتشات زي اي ماتش بنتعامل بيه طبيعي، ولكن بيبقى ليه اسلوب مختلف. الاسلوب ده عباره عن ايه؟ ان احنا بنشتغل باسلوب فرع عادي خالص، ولكن بنشتغل بالرايه برضو عشان يبقى القرار واضح تمام. لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين بالمسابقه دي طبعا بيبقى في مجموعه فيهم عدم سمع وفي مجموعه عدم كلام تمام. فعلشان يبقى القرار واضح بالنسبه للناس كلها بنتعامل بشكل طبيعي خالص، بنتعامل زي اي ماتش، بل بالعكس بيبقى في ماتشات كويسه جدا، دول لاعبين كويسين جدا يتم النظر ليهم، فده حقهم علينا. والماتشات اللي زي ديت فعلا اضافه للدوري والدوري الممتاز، وربنا يوفق الجميع يا رب ويوفقهم، وان شاء الله يتم التوفيق ليهم ويعني يطلع شباب كويسين بالنسبه لمسابقه الصمود.